بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا ان شاء الله يا رب تعجبكم. وصفات سهله ولذيذه. بصوا بقى النهارده هنعمل بيتزا سهله قوي، اسمها بيتزا مش بيتزا، تمام؟ بيتزا عشان تظبط معاكي وتنجح تبقى بيتزا حلوه. وصفه سهله جدا، عجينه بسيطه خالص، على طول على طول بتطلب مننا. فهقول لكم ازاي نعمل العجينه. هنعملها النهارده بالسي فود، ممكن نعملها كمان بميكس جبن. هنقول بس الاساس بتاع البيتزا، العجينه، صلصه البيتزا بتتعمل ازاي، وقت التسويه بتاعها، المكونات اللي احنا ممكن نحطها عليها لو حبينا ناكلها بالسي فود، هتعجبكم جدا ان شاء الله. الوصفه الثانيه هنعمل بسكوت الزبده، برضو الطلب مننا كتير قوي ومطلوب بقى اليومين دول عامة بقى، علشان الشاي بقى مثلا في الدفا بقى كده وقت المغرب ولا حاجة، كوباية شاي مع بسكوت هتبقى ظريفة جدا. فهنعمل بسكوت الزبدة بأسهل طريقة، ومفيش يعني حاجة كده هتقومي على طول تعمليه بعد الحلقة إن شاء الله. وآخر وصفة هنعمل سلطة بطاطس، حلوة برضو جدا وتنفع قوي مع البيتزا، طبق جانبي كده خطيرة إن شاء الله يا رب تعجبكم. نقول مقادير العجينه بقى بتاعه البيتزا ايه. انا معايا دقيق، لازم يكون دقيق مكتوب عليه دقيق بيتزا، او مكتوب عليه لجميع الاغراض، او دقيق لجميع الاستخدامات. ده كده علشان يبقى معانا دقيق نوعه قوي والعجينه تنجح معاكي وتبقى هايله. اي دقيق عادي مش هينفع، تمام؟ معايا تقريبا 3 كوبايات من الدقيق، هنحط عليهم رشه ملح، معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وهنحط تقريبا قد الدقيق زيت، يعني 3 كوبايات دقيق هنحط قصادهم تقريبا 3 معالق كبار من الزيت، زيت زيتون او اي زيت نباتي مفيش مشكلة خالص. وهنعجن العجينة وتبقى تمام التمام. طيب هنعمل بقى صوص للبيتزا اللي هو الصوص الاحمر بتاعها، هنعمله باسهل طريقة، طريقة بسيطة جدا وتحفة يعني مش اي كلام. معانا ايه بقى؟ معانا طماطم اللي هي معجون صلصة الطماطم. هتجيبي مثلا معلقتين 3 كبار من معجون صلصة الطماطم، هنحط عليهم ملح، فلفل، زيت زيتون، بصل بودرة، وتوم بودرة، بابريكا، وممكن كمان نحط ورق ريحان لو متوفر، أو ممكن نستبدله بالزعتر الناشف برضو لو متوفر، عشان يخليه كده ايه الموضوع يخش طلياني بقى بيتزا بقى، يعني ايه لازم الصوص كده يبقى واخد يا ريحان يا زعتر، بتلاقيه تحفه. ومعلقه واحده بس من الميه، وهيغلوا ويسخنوا على النار ويتقل كده، وهو ده يبقى صوص البيتزا معانا، سهل جدا جدا ان شاء الله. نيجي بقى للحشوه. انا هحضر معاكم واحده دلوقتي بالسي فود، فمعايا بقى شويه جمبري صغير، معايا برضو كابوريا، معايا صبيط، هناخدهم دلوقتي كده ونتبلهم تتبيله بسيطه. عباره عن ايه بقى؟ هنحتاج فلفل الوان طبعا، وجبنه شيدر والكلام ده كله، بس انا هتبلهم بالملح والفلفل ورشه من الكمون، واشوحهم في معلقه زبده على النار علشان ايه يستووا كده وياخدوا لون حلو قبل ما نحطهم على عجينه البيتزا ونحط الجبنه اللي معانا بقى، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، زيتون، معانا فلفل الوان متقطع شرايح او ممكن يكون متقطع مكعبات. وبس خلاص ان شاء الله يا رب تعجبكم. اول حاجه عايزه اعملها هنا، عايزه اشوح السي فود وبعدين نعجن العجينه عشان ما ناخدش وقت. فهحط كده معلقه زيت ومكعب زبده، معلقه زيت، وعشان الزيت سخن والطاسه سخنه جدا، فايه هنحط الاول الحاجه هنا الجمبري والكابوريا هنا كده، والصبيط، وبعد كده احط معاهم بقى زبده بس كده. تشويحه كده، نرش ملح وفلفل، تمام، ورشه برده كده من الكمون، ونقلب الكلام الحلو ده. كده كده ياخد له بقى ايه التشويحه. ونطلع هنا كده بوله علشان نحضر العجينه اهو. هنحط 3 كوبايات من الدقيق القوي، دقيق مخبوزات او دقيق مكتوب عليه بيتزا. هنحط رشه ملح، وهضيع الملح كده في الدقيق، ونقوم حاطين بقى ايه
السكر، معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، ومعايا زيت زيتون أو زيت عادي. هنحط تقريبا 3 معالق كبار من زيت الزيتون قد كمية الدقيق كده اهو، بس كده. عايزه بس كده ايه اطمن هنا اخبار ايه. خلاص هما كده اتشوحوا وبقوا مجهزين ان هما يتحطوا ايه على البيتزا. هشيلهم من على النار بس كده، واجي اجيب بقى ميه علشان نعجن العجينه. ميه كده ونعجنها. اول ما تلم معاكي هتبطلي تحطي ميه وخلاص. العجينه طبعا لازم تتعجن شويه حلوين، اعجنيها بايدك كده مثلا 5 دقايق ولا حاجه رايح جاي، علشان العجن الحلو ده هيفرق جدا في عجينه البيتزا. اهم حاجه نوع الدقيق، تاني اهم حاجه ان انت تعجنيها حلوه قوي، تالت اهم حاجه انها تكون ايه بتخمر، تسيبيها مده تخمر حلو عشان تنجح معاكي، ورابع حاجه مهمه التسويه بتاعتها. بس هتبقي عامله بيتزا بقى ملهاش حل، احلى من بتاعه المطاعم. بصي هتفضلي كده ايه تعملي زي ما انا بعمل كده، وتلمي وتعجني، تفضلي كده تعجني لغايه لما تلاقيها بقت ايه طريه تماما معاكي، وتقومي مغطياها وسايباها تخمر تقريبا نص ساعه ولا ساعه الا ربع. هتلاقيها نفخت معاكي كده، ممكن تبقي تشغلي المايكرويف مثلا نص دقيقة يعني 30 ثانية فيبقى دافي شوية، وتقومي حاطة البولة دي متغطية بس كده، فيبقى عملتي جو كده يعني دافي سخن للبيتزا للعجينة، فتلاقيها خمرت معاكي على طول. طبعا أنا معايا واحدة خمرانة هجيبها على طول ونشتغل بيها أهو. تعالي يا عجينة، وناخد كمان القرمة بتاعة العجين، عايزين نوسع مكان، نشيل كل الكلام ده هنا كده على جنب. وايه نعمل ايه، اشيل ايه كمان، نشيل الميه. بس تعالي انت بقى يا قرمه هنا كده هو وسعلنا علشان نفرد العجينه اهو. رش الدقيق هنا كده، ناخد العجينة الخمرانة الفظيعة الحلوة دي اهو، نشيل كده ايه بس. جميلة ازاي، طلعيها بقى كده وعلى الايه على الكاونتر اهو. ناخد بقى منها مثلا ايه، نعمل بيتزاية كده حلوه هنا، ناخد منها كده كوره اهو، وهبتدي بقى ايه افردها. كده ايه اوسع فيها كده على قد ما اقدر، بس هي البتاع القرمه دي بتتحرك مني. ممكن بايدك ممكن بالنشابه، مفيش مشكله خالص، الحالتين بتطلع تحفه. انا عايزه حاسه ان دي كده كبيره، الحته دي مبقلظه كده شويه. عايزينها تبقى رفيعه بقى مش تخينه، فاهمين قصدي. ومعايا صينيه فرن عايزه افردها عليها واقصقص الباقي. صينيه الفرن دي حلوه اهو، هدهنها بس كده دهنه زيت. انا قلبت الصينيه على ظهرها. هاتيها لنا يا سموره كده لو سمحتي. ايوه ايوه انا قلبت الصينيه على ظهرها، وهبتدي كده ايه احط البيتزا، وبالمقص ممكن ايه اشيل الزياده دي كده بس كده اهو.
عايزين نعمل صوص البيتزا. تمام، صوص البيتزا عباره عن ايه؟ انا معايا الحله هنا اهو، هنحط المعجون صلصه الطماطم من البرطمان اهو، تمام، وهنحط عليها بصل بودره وتوم بودره، وهنحط ورق ريحان، وممكن نستبدله بالايه؟ بالزعتر اهو، وملح وفلفل، فلفل اسود وملح، نقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه. هنحط كمان زيت، بس ممكن احط زيت من هنا الكبير ده اهو، معلقه كبيره كده من الزيت. اسهل صوص بيتزا، ومعلقه ميه. حطيت ايه؟ حطيت معجون صلصه طماطم، ملح وفلفل وريحان، ورق ريحان، ممكن نحط ورق ريحان مجفف او نستبدله بالزعتر الناشف، بصل باودر، توم باودر، وبابريكا، وشويه ميه، ومعلقه كبيره من الزيت. هو بس كده، ده خطير، صوص بيتزا تحفه. عمال بقى ايه؟ يغلي كده، احنا بنشكره قوي. بس كده، ونيجي هنا، انا معايا طبعا واحد تاني بارد شويه علشان ما يبهدلش الدنيا، لانه هو كمان لو سخن مع العجينه هيبقى مش صح. هاخد منه كده، نفرد اهو، بعد ما يكون هادي بقى كده وبرد معاكي اهو، ادي صوص البيتزا. تمام، عايزين نحط بقى ايه عشان تبقى بتنط معاكي وظريفه؟ قبل ما نحط الخضار هنحط كده رشه جبنه، تمام، جبنه موتزاريلا، شويه جبنه شيدر برضو، تمام كده، شويه زيتون مش كتير، وبقى ايه؟ السي فود الحلو ده اللي احنا عملناه مع بعض. بس انا عايزه ايه؟ اجيب له معلقه اهي، سخنه قوي الطاسه. ناخد كده منها ونحط كده ايه على الوش هنا كده، جمبري بقى على كابوريا اللي احنا شوحناهم وحطينا عليهم كمان ملح وفلفل اهو، الشكل الحلو ده. ان شاء الله يا جماعه تجربوها وهتشوفوا قد ايه ظريفه جدا. تمام اهو كده، نفردها كده، حطينا طبقه السي فود خلاص، معانا برضو بقى ايه؟ شويه جبن كمان، لو عايزين تحطوا فلفل مفيش مشكله، انا هحط بقى شويه كده من الجبنه الشيدر وكمان الجبنه الموتزاريلا. وفرن سخن، اعلى درجه عندك في الفرن، تمام، اعلى درجه عندك في الفرن هي درجه مثلا حراره 200 او 250، تمام، في الرف اللي في النص من غير ما نغطي البيتزا ولا اي حاجه. هنقوم مدخلينها بالشكل اللي هي عليه ده تقريبا 12 دقيقه، ربع ساعه، انت تابعيها بنفسك هتلاقي الحرف بتاعها بان ان هو لون، ممكن بحاجه كده تفتحي تبصي ايه الاخبار، هتلاقي اطراف البيتزا كلها استوت معاكي وبقت هايله. امسي عليها كده بس، انت بتحطي كده الجبنه بالشكل الحلو ده، وتطلع بقى تقطعيها، تلاقي العجينه طبعا عشان احنا عاملينها رفيعه فهتستوي على طول وهتبقى ماسكه نفسها، عايزه تغطيها شويه صغيرين يعني تطرى سنه براحتك، هي كده كده هتطلع تجنن، تتقطع بقى والجبنه بقى من فوق وتحت وشغل جامد قوي. ان شاء الله تجربوها يا رب وتعجبكم. فاصل بسرعه جدا، واحنا طبعا عاملين واحده هجيبها لكم، فاصل بسرعه الم اشيائي بقى دي كلها ونرجع نعمل بسكوت الزبده، ظريف جدا ولذيذ قوي وسهل، ان شاء الله يعجبكم، خليكم معانا. انا جيت
هنعمل دلوقتي البسكوت، بسكوت الزبده، حلو جدا جدا وسهل قوي. شويه نقول عليه بسكوت زبده، شويه نقول عليه بسكوت فانيليا، هو خطير وسهل جدا. مش هنعمله بمكنه ولا باي حاجه، هنعمله بالشوكه علشان اللي ما عندهاش مكنه بسكوت او اللي ما عندهاش البلبله والكيس الحلواني بتاع البسكوت تقدر تعمله في البيت. بسيط قوي، ما فيهوش ابدا اي حاجه، وتسقسقوه كده في الشاي، يا سلام بقى وبالهنا والشفا. ايه بقى المقادير؟ معايا كوبايه ونص من الدقيق، دقيق اي حاجه، ولو دقيق مكتوب عليه كحك وبسكوت او دقيق بسكوت بس هيبقى اظرف يا ريت يعني. معايا كمان كوبايه من الزبده الطريه، كوبايه حلوه كده من الزبده الطريه، ونفس الكوبايه اللي هتعايري بيها الدقيق هي نفس الكوبايه اللي تعايري بيها الزبده عشان تطلع المقادير مظبوطه. تمام، كوبايه زبده تكون طريه. معايا نص كوبايه من السكر البودره المنخول، نص كوباية من السكر البودرة المنخول، معايا 2 من صفار البيض، تمام، ومعايا كمان بيضة صغيرة، 2 صفار بيض، متأسفة، ومعلقة صغيرة فانيليا، تمام، 2 بس من صفار البيض ومعلقة صغيرة فانيليا، مش عايزين بياض خالص. البياض بقى انت ممكن ايه تبقي كده في العشاء تكسري معاهم بيضتين ويبقى ايه في كده ان شاء الله عشوة حلوة، لكن احنا محتاجين 2 صفار فقط، ماشي، عليهم معلقه صغيره من الفانيليا ومعلقه كبيره من اللبن ورشه ملح. اللبن ممكن يعني ايه نزود شويه او نقلل شويه، الفكره كلها ان اللبن هيربط لنا العجينه يعني لو لقيناها ناشفه معانا وبس. خلاص، وصفه سهله جدا ولذيذه وبسيطه. انا حاطه البيتزا معاك اللي عملناها مع بعض في الاول في الفرن، عايزه ابص عليها اطمئن كده اهو، قدامها لسه شويه صغيرين، ونخرجها على طول ونقطعها سوا مع بعض ان شاء الله. عايزه بقى اطلع بوله كبيره هنا كده، ايه يا مفرش فيه ايه اهو، ها هنحط الدقيق وعليه رشه الملح كده، ومعايا السكر البودره عايزه انخله عشان ابقى مطمنه ان مفيش اي ايه اي كلاكيع اهو. كده اهو، شكرا يا سكر. وعايزين بقى ايه نحط صفار البيض اهو، 2 من صفار البيض، ومعايا بقى الزبده هنحطها، الزبده تكون طريه. بصوا انا بمسكها بايديا كده على طول الاقيها ايه طريه، هنحطها كده، وكمان هنحط الفانيليا، وهستنى لسه على ايه اللبن هخليه هنا كده جنبي، وهعجن بقى الكلام ده كده اهو. هنفضل كده ايه تفركي فيه وتعجني فيه لغايه لما العجينه كلها تلم معاكي اهو، كده اهو بالشكل ده. وفي الاخر بنضيف اللبن بعد ما بنتاكد ان العجينه كلها مسكت في بعضها، ونديها فرصه، الزبده بتحتاج بس شويه وقت كده لغايه ما تلم العجينه، فما تتسرعيش وتقولي ده محتاجه لبن دلوقتي، لا، فاهمين قصدي؟ كده كده اهو، نقعد كده ايه نفرك فيها. بصوا هتلاقوها ايه شويه شويه بتلم معاكم. انا بس عايزه اطلع البيتزا من الفرن عشان انا حاسه كده انها خلصت، مش عايزه اتاخر على البيتزا. حاضر يا بيتزا انا جايالك، البسكوت بس. بصوا شكل العجينه بيختلف شويه بشويه ازاي لما بتعجنيها اهو، ونلم كده هنحط اللبن معلقه واحده بس كده، مش اكتر من كده، ونلم الكلام ده كله كده مع بعضه اهو،
وانزل العجينه اللي ماسكه في الجلوفز دي اهو. العجينه كلها زبده وتجنن اهو. بصوا يا جماعه دي كده عجينه ايه البسكوت. محتاجه بس كده القرمه بتاعت العجين علشان افردها واقطعها معاكم ونعملها كمان بالشوكه، هتبقى ظريفه جدا ومش هنحتاج ابدا ان احنا نستخدم فيها ولا مكنه زبده ولا مكنه بسكوت قصدي ولا كيس البلبله بتاع كيس الحلواني والبلبله اللي بيعمل شكل بسكوت. هنعملها بالشوكه ودي الطف حاجه واسرع حاجه، حتى كمان ميبقاش فيه كده مواعين. عايزه اشوف البيتزا. خلاص يا بيتزا بقى تعالي اهو. يا سلام بصوا شكلها بقى ايه فظيع. عايزين ننقلها ونقطعها. عايزه انقلها هنا خطيره. نحطها هنا كده على القرمه وايه ننقلها. اهو هنا كده اهو اهو كده خطيره. نديها كده ايه تقطيعه. نص كده مثلا عايزه امسكها كويس. يعني خلاص انا عجزت مش قادره امسك حاجه اهو عماله تجري مني. بس كده خطيره يا جماعه، ظريفه جدا جدا ولذيذه. وهتلاقوها بصوا بقى الجبنه والسي فود فيها تجنن ورفيعه مش تخينه. وصفه بيتزا سهله قوي قوي يا جماعه، تعملوها في البيت صدقوني هتفرحوا بنفسكم جدا، لان هي بسيطه خالص ما فيهاش حاجه ولا العجينه بقى حوار ولا بتاع ولا لا تعالوا ناكلها بره دي ده ما بتظبطش معانا. لا اعملوا بس المقادير زي ما انا قلت لكم كده ان شاء الله، وهتتفاجئوا بالنتيجه هتنبسطوا جدا جدا منها ان شاء الله. بس كده نفرد بقى عجينة البسكوت. نعمل الأشياء دي كده على جنب. تعالي هنا خديكي هنا يا بيتزا ونجيب قرمة العجين اهو. وهناخد العجينة الحلوة بتاعت البسكوت دي اهو. بصوا حلوة قوي. ممكن كده ايه رش الدقيق بس هحتاجها على النشابة وافردها كده. عايزة برضو افرد رش الدقيق كده على النشابة لان طبعا ايه الزبدة بقى. عايزه البسكوت يبقى رفيع شويه، عايزاه يبقى تخين حبه، براحتك خالص. لا انا عايزه ارش دقيق كمان طبعا هنا كده عشان النشابه ايه تفردها لي رفيعه زي ما انا عايزه اهو. وعايزه بقى اجيب سكينه وصينيه فرن. سكينه وشوكه ونجيب صينيه فرن هنقطع العجينه كده. نرجع تاني نعجنها بس انا عايزه اعمل لها شكل كده ايه شكل حلو. كل اللي انا قطعته ده هنرجع تاني ايه نعجنه اهو. وهنا كده كمان طبعا. بصوا اللي بيحصل لي دلوقتي ده تحسوا ان الايه تحسوا ان العجينه اطريه قوي. ده ليه بقى؟ لان احنا المفروض بعد ما نعجنها نسيبها ترتاح شويه. ده هيفرق جدا لو سبناها ترتاح شويه العجينه
ان مكان طبعا ما انا عماله افرك فيها علشان تتلم الزبده ايه بتسيح اكتر كده اهو. فانتوا ايه بعد ما تعجنوها تسيبوها ترتاح شويه، والعجينه اللي انا بقطعها بحطها على جنب دي هرجع افردها تاني. نعمل بقى مثلا ايه، نعمل بالشوكه الاول كده، بصوا اهو، ودوسي كده على الشوكه علشان ايه تبين الشكل يبقى بارز اهو. واحنا طبعا مش حاطين في العجينه البسكوت ده ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه من الكلام ده علشان ما ينفش معانا وياخد شكل تاني. لو عملناها كده ايه، لا كده بالظهر، ظهر الشوكه احلى كده. ماشي كده اهو، وبالسكينه قطعي بقى البسكوت، هنقطعه كده وكده. انا برضو ايه السكينه فيها عجين، انا عايزه اعفرها بالدقيق، تعفير الدقيق كده خفيفه هتبقى اسهل. وانتوا ارجوكوا تستنوا على العجينه بقى شويه علشان بصوا الزبده محتاجه ايه العجينه تهدى حبه. نقطعها كده بس كده اهو، هتلاقوا بقى ايه شكل البسكوته. بس انا عايزه حاجه اشيل بيها، هنلاقي بقى كده ايه شكل البسكوته اللطيف اهو كده. مثلا انتي هنا كده يا سموره لو سمحتي اهو، بنشيلها بالراحه خالص ونحطها على صينيه الفرن، وبنرصهم كلهم فرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، بالكتير قوي 9 دقايق 10 دقايق لما نبقى اتاخرنا قوي يعني. هتلاقي اخدت لون وحافظت على شكل الشوكه اللي احنا مخططينه ده، علشان احنا مش حاطين اي ماده رفع خالص في العجينه بتاعه البسكوت، فهيفضل محافظ على شكله. شاي بلبن بقى وسقي فيه بقى كده ولا حاجه، وبالهنا والشفا. جربوه ان شاء الله يا رب يعجبكم. فاصل بسرعه جدا نلم الاشياء بقى دي، نرجع نعمل سلطه بطاطس سهله جدا هتليق قوي بقى مع البيتزا. خليكم معانا بعد الفاصل. هنعمل دلوقتي اخر وصفه معانا في الحلقه، سلطه البطاطس سهله جدا جدا وطعمها لذيذ قوي وبتشبع. ايه بقى معايا؟ نص كيلو من البطاطس المتقطعه مكعبات ومسلوقه. تسلقيها بحالها وبعد كده تقطعيها مكعبات اوكي، تقطعيها مكعبات الاول وبعد كده تسلقيها اوكي. انا بقى بعمل ايه، انا بقطعها مكعبات الاول وبعد كده اسلقها، بتبقى اسهل وما تبقاش مسلوقه على الاخر، بتنجز معايا على طول. فانا معايا كام واحده بطاطس كده حلوين متقطعين مكعبات زي الكميه اللي انت تحبيها براحتك خالص. هنحتاج معاهم بقى ايه، كزبره خضراء متقطعه، يعني مثلا لو بطاطستين متقطعين مكعبات صغيره ومسلوقين هيحتاجوا تقريبا معلقتين كبار من الكزبره اللي متقطعه بالسكينه كده، تمام. هنحط كمان معاهم نص كوبايه من المايونيز، ده لو نص كيلو بطاطس، تمام. نص كيلو بطاطس يبقى هنحتاج له نص كوبايه من المايونيز، طبعا تقدري تستخدمي المايونيز اللايت هيبقى ظريف جدا معاه. معلقه واحده بس صغيره من العسل الابيض، معلقه كبيره من الخل، وملح وفلفل اسود بس كده. هقولها تاني، نص كيلو من البطاطس المسلوقه المتقطعه مكعبات، مكعبات تكون حجمها كده قد عقله الصباع، نص كوبايه من الكزبره الخضراء المتقطعه، نص كوبايه من المايونيز، ممكن يبقى مايونيز لايت، ممكن نستبدله بالزبادي بس هيبقى طعمه مختلف، يعني مش طعمه الحلو ده اللي احنا بناكله، هيبقى طعمها حلو وكل حاجه بس الزبادي طبعا مختلف عن المايونيز. بس انا بقول بديل لو حد ما بيحبش المايونيز او بالنسبه له ما يقدرش ياكله، فيبقى الزبادي يشيل الحكايه.
معلقة صغيرة من العسل الأبيض، معلقة كبيرة من الخل، ملح وفلفل أسود وبس. خلاص وصفة سهلة وظريفة جدا. أنا عايزة أطلع هنا كده بولة، عايزة أحط الملح والفلفل كده، ملح والفلفل، معلقة من الخل أهو. عايزين نجيب ايه مثلا السباتيولا الحلوة دي، ونحط المايونيز اهو كده، والعسل الابيض معلقة واحدة صغيرة، نقلب الكلام الحلو ده اهو، بس هتلاقوا قوامه بقى مع التقليب اندمج كده وبقى حلو. بتقدري تدوقيه لو حاسه ان هو ايه يعني ممكن يكون محتاج ملح شويه مثلا ولا حاجه. هنحط الكزبره، نقلبها كده، والبطاطس نقلبها برده كده، شفتوا بقى فيش اسهل من كده، سلطه وطعمها لذيذ. تقدري كمان تحطي معاها لو عايزه بسله، هتبقى ظريفه قوي. بسله طبعا تكون ايه يعني مسلوقه كده، تبقى حلوه قوي. عايزه اجيب الطبق بقى اللي هقدم فيه هنا، وناخد ونغرف بقى في طبق التقديم كده اهو. بس كده اهو بهذا الشكل الظريف. بس كده يا جماعة، ممكن برضو ايه نحط لها شوية كده كزبرة، بما ان كده كده هي معمولة من كزبرة، ومعايا زيت زيتون لفة كده بس خفيفة من زيت الزيتون بس كده. عايزة اجيب منديل انضف الطبق من هنا كمان بس كده. خطيرة سلطة بطاطس، ظريفة جدا. ان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. الحلقة خلصت للأسف، يا رب تكون حلوة يعني، والوصفات اللي احنا بنعملها وبنقدمها لكم تكون مشجعة كده ولطيفة. هوديه بقى هناك اهو، نقول لكم بقى عملنا ايه النهاردة. عملنا اول وصفة مع بعض، وصفة البيتزا. عجينة البيتزا سهلة جدا، عملناها بالسي فود، حلوة قوي قوي وبسيطة. عملنا صلصة البيتزا، جربوها يا جماعة في البيت، صدقوني هتعجبكم قوي، هي سهلة خالص خطيرة. الوصفة التانية عملناها بسكوت، بسكوت الزبدة. نسيت اقول لكم على حاجة، احنا عملنا بسكوت الزبدة اللي بالشوكة مع بعض في الحلقة، تقدروا بدل ما تعملوه كده تعملوه مدور، لو عندك قطعة مدورة او كوباية او برطمان، ونغطسه، نغطس نصه في الشوكولاتة زي ما احنا عاملين النسخة دي هنا، ظريف جدا. هو طبعا علشان انا بحب قوي البسكوت اللي بيتسقسق ده، فاهتميت اكتر بالبشوكة ده. انتوا تقدروا تشكلوه براحتكم وتعملوه ان شاء الله يا رب يعجبكم. واخر وصفة سلطة البطاطس بالمايونيز، وصفة حلوة جدا ولذيذة، بتشبع وينفع تتاكل جنب اي حاجة. ان شاء الله يا رب تعجبكم. بشكركم جدا ان انتوا بتتفرجوا عليا، وببقى مبسوطه بكل الكومنتات والحاجات اللي بتبعتوها لي يا جماعه، والله ربنا يخليكم ليا يا رب بجد، رافعين معنوياتي. شوفوني كل يوم الساعه 1 على قناه النهار، ويوم السبت والحد والاثنين بكون معاكم على الهوا. باي باي.